خليني بقى اروح لمداخله مع واحد من الجنود المهمه جدا جدا واللي بتقوم بدور مميز مع الفريق في كل التغطيات الخاصه سواء هو او زمايله المراسلين، زميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثة النادي الأهلي في المغرب، واللي عايزين نقول له حمد لله على السلامة واللي عايزين نتكلم معاه في أجواء طبعا الرحلة بشكل عام. يا كريم صباح الفل وألف حمد لله على سلامتك. صباح الفل عليك يا زميلي العزيز أمير، الله يسلمك ومبروك عليك ومبروك على كل جمهور النادي الأهلي، ويا رب إن شاء الله كده تبقى كل المباريات انتصارات وخطوة خطوة البطولة تسعة كونفدرالية بطولات النادي الأهلي إن شاء الله. بإذن الله يا كريم، أوصف لنا أجواء رحلة العودة كانت عبارة عن إيه في الطيارة تحديدا كمان أو من ساعة ما خلصت مباراة الأهلي والوداد امبارح. الحقيقه امير يعني بعد انطلاق صفيره الحكم كانت فرحه كبيره جدا، سواء لكابتن محمود الخطيب، الاستاذ طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني بالكامل، لان مش النتيجه بس يا امير، شفنا اداء كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. الجيم كان خططي رائع جدا، قراءه اكثر من رائعه لمستر فيس موسيماني اللي حضر للمباراه بشكل طيب ومميز خلال الايام الماضيه، سواء قبل ما ننطلق من القاهره وايضا كمان في وجودنا في كازابلانكا. هي دي الامور اللي اكيد الجمهور الاهلي بيكون سعيد بيها جدا، الاداء بيكون مميز، النتيجه بتكون موجوده، توفيق ربنا بيكون معاك، المنظومه كلها ما بتشتغل بشكل كبير، هو ده الامر اللي اكيد بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. احنا على طول خلاص بشاره عقب انتهاء المباراه، يمكن طولنا شويه امير في المركب محمد الخامس طبعا الملعب اللي كان استقبل المباراه، لان انت عارف كشف المنشطات كان امر مهم جدا. مين اللي كشف منشطات يا كريم؟ يمكن ياسر ابراهيم وبدري، طولوا شويه يعني ممكن نقول قعدنا اكثر من ساعتين او ساعتين بالظبط كنا متواجدين في استاد مركب محمد الخامس، لكن مباشره بقى عقب انتهاء الاجراء توجهنا الى المطار، وده كان قرار طيب جدا. انت عارف طبعا امير ان احنا كنا عاملين مسحه طبيه ولابد ان احنا نستغلها، ما يمرش عليها 72 ساعه ويكون لعيبه النادي الاهلي في مطار القاهره، وبالتاكيد ده اللي حصل، طلعنا على المطار على طول مباشره. الاجراءات كانت سريعه جدا بوجود معالي السفير اشرف ابراهيم والقنصل عمر منيب، يعني خمس ساعات او خمس ساعات الا 10 دقائق بالظبط وصلنا الى مطار القاهره. استقبال كان مميز جدا كالعاده طبعا من مدير العلاقات العامه هنا في مطار القاهره، استقبل لعيبه النادي الاهلي بالورود، استقبل الكابتن محمود الخطيب، اللعيبه اتشرفت بقى خلاص اول ما دخلت المطار كله توجه بقى على العربيات، خلاص اللعيبه كانت رحله اكيد تتوقع لعيبه النادي الاهلي مع المجهود الكبير اللي بذل فيها دي المباراه، لكن امر كان مهم جدا ان احنا نطمن كل الجمهور على اللعيبه. اتكلمنا طبعا على مش اي حد عنده اصابه، مش حد عنده اي اجهاد، الامور دي كنا حابين ناكد عليها بشكل كبير. وبرده كمان في نقطه مهمه ان الجهاز الفني ادى راحه لفريق النادي الاهلي النهارده طبعا اجباري، لان انت عارف جايين من رحله طيران، ويوم الاثنين كمان هيكون اجازه لفريق النادي الاهلي على ان يعود بقى ان شاء الله استعدادا للمباراه 23 يوم الثلاثاء الساعه 4:30 ان شاء الله على ملعب مختار الست. يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر الفرحه الكبيره دي، لكن هي خلاص بقى الدقائق خلصت هناك والفرحه بالظبط بالظبط النادي الاهلي صفحه واتقفلت ان شاء الله. هي فرحه مؤقته زي ما بنقول، يعني فرحه مؤقته في انتظار البطوله باذن الله تعالى، وفي انتظار الاول التاهل للمباراه النهائيه، لان لسه التاهل ما حسمش. خليكم انت